معانا والاستاذ عزه. السلام عليكم استاذ عزه، معانا، اتفضلي يا فندم. والله انا عايزه اقول للشيخ انا عندي وسواس في تمام. البيت اللي انا قاعده فيه هيقع. انا قاعده في الدور الرابع، تمام. البيت ده بحس بالزلزال، ومن ساعه ما الارياح اللي جت فاتت ديت اللي انا كنت في حاله متوتره. تمام. دلوقتي انا بصلي، بس هو ممكن لو كنت بنسى الفرض اللي هو بتاع العشاء، بس تمام. بصلي والله العظيم، يعني بعمل حاجات حلوه كتير وما بزعلش اي حد. تمام. دلوقتي انا بقول لجوزي انا عايزه يا محمد امشي اروح عند ربيع اقعد يومين، بيقول لي لا انت تدنيك قاعده في بيتك، حتى لو مت هتموتي في بيتك. قلت له انا صحتي تعبانه، عايزه اروح اقعد مع ابويا وامي شويه. جميل. فانا مش عارفه اعمل ايه. الوسواس دوت عندي بطريقه فظيعه والله يا استاذ محمد. حاضر انا حاضر مش عارفه اعمل ايه. بعد اذنك الكهرباء قطع عندنا، عايزه اسمع الرد وانا على التليفون بعد حاضر اذنك. يا حاج عزة، شكرا جزيلا، اتفضل يا مولانا نجاوب عليها مباشرة. هي مسألة الوسواس قد تكون حالة، يعني قد تكون حالة نفسية جات لها موضوع الزلزال وخايفة وكذا تمام. ومش عارف ايه. هي تحاول ان تثبت نفسها، وزوجها يساعدها على هذا الامر، بمعنى انه بتشوف ازاي يعالج هذا الامر ويراعي الحالة التي هي فيها. جميل. برضو بنفس الوقت اللي هو مش عايزين نهرب من مشكلة نقع في مشكلة، انه هي مثلا هتسيب البيت تروح عند ابوها وامها، لو مجرد اللي هو زيارة وبس لتهدي الأوضاع والدنيا تبقى ايوه تمام، ما فيش مشكلة بالتفاهم بينه وبين بعض. تمام. إنما لو هو مثلا خايف إنه هي بقى العملية تكبر، ولا مش هرجع على المكان ده ومش عارف كذا وما إلى ذلك، لو احتاجت إن هي ينظر، لو احتاجت ليها تذهب لطبيب نفسي لعله يحاول يظبط لها الأمور، ما فيش مشكلة. جميل. وكمان هي تحافظ دايما بقى عليه، تجعل لسانها رطبا بذكر الله، تحافظ على صلواتها وتكون على طهارة. ومن الأشياء النافعة جدا 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 لمسألة الوسواس أن الإنسان يحافظ على تكرار آية الكرسي، جميل، سورة الإخلاص والفلق والناس بعد كل صلاة. تمام. وكمان أيضا من الأمور النافعة قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، جميل، أقل شيء في اليوم 300 مرة، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، جميل، فهذا نافع بإذن الله.